سريعه. اسامه جلال بيقترب خلاص من النادي الاهلي، والنادي الاهلي شبه انهى اتفاقه مع اسامه جلال لاعب نادي امبي او مدافع نادي امبي. الاهلي كمان بيأيد نيدفيد وبواليا في القائمه الافريقيه. الجبهه اليمنى قاعد بيفكر فيها موسيماني، مين مع هاني؟ هحل ازاي؟ وهعمل ايه؟ وقاعد عنده الحقيقه تصورات كبيره جدا، وبيحط اكتر من تصور، وبيدي امير توفيق روشيتا يشتغل عليها.